هذا عرش بلقيس، هذا الولد صغير هو معه مفتاح، حيني بمفتاح هذا راعي المفتاح يا يفتح لنا الباب. تخيلوا عرش سبأ هذا الحارس ماله. في دول ثانية يحطون هيئة كاملة ممكن تدير هذا المكان، هني هذا الهيئة. هذه صالة الاجتماعات على قولتهم، وهني عرش بلقيس. تطلع على الدرج هذا وفي المكان عرش بلقيس. هذا معبد الشمس أو معبد أوام في مملكة سبأ. طبعا هذا مسروق من العديد من الآثار، بعضها موجود في بريطانيا. هذا بوابة المتحف الحارس، هذا 20 سنة يعمل هالمكان بدون راتب بدون سكن. وريتكم هذا المكان لا راتب ولا سكن، عيشه باكل بس. راتب 25 مشيت قاعد. الله والله العظيم ما هي. وهذا المعبد اللي اجتمعت فيه مع قومها وقالت فيه الكلام او الخطاب الشهير الذي ورد ذكره في القرآن الكريم. قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة وكذلك يفعلون. هذه الكتابات، هذه الحجر واحدة منها تحفظ في متحف، مو تندفن بطريقة هذه. طبعا هذا المعبد أقدم من السد. هذا شعار الدولة اللي يبدأ فيه الكلام. شوفوا شو مطهون. هذا كلها أحجار. هذه الحجر واحد كانوا يسمونه 300,000 دولار لهالشايب اللي برا اللي ملاقي راتب، اللي راتبه 200 ريال سعودي وكان يرفض بيعه ويبلغ عنهم. هذيلا ارتفاعهم تحت الأرض 15 متر. لا تحت الأرض 15 متر. الباب الرئيسي شو هذا والدريد هنا ما شفته. الباب الرئيسي هذا. هذا عمره 5,000 سنة. هذا المعبد. وهني كانت منصة لخطابات بالمكان هذا. هذا قبل موسى وعيسى. شوفوا شلون متقن تماما. نعم قبل 5,000 سنة. هذا الباب شوفوا دخلنا منه، وبعدين شوفوا كله مدفون. هذا كله هني مدفون. شوفوا لوين واصل ارض المعبد. شوف هذا الرخام، وايضا مكتوب عليه بعد عليه كتابات. وشوفوا الرخام، مو حجر عادي، كله طبعا مدفون. هذا يمثل قمة